عارف انها صعبة، صعب انك تنجح. عارف بتشبهك بايه؟ كأنك في امتحان بالظبط، يا تنجح يا تسقط. بس ما لو سقطت قدامك فرصة ان انت تنجح، بس ممكن ما تكملش في الحاجة اللي انت نفسك فيها. فمتراكمش على نفسك بقى طول الترم او طول حياتك حاجات، وتيجي في الاخر لو الوقت منك دي تقول اصلا انا كنت عايز اعمل، طب ما كنت عملت من الاول. فعشان كده لازم ترتب اولوياتك، لازم يكون عندك هدف ومبدا، لازم تكون محدد كل حاجه هتمشي عليها، وعارف امتى هتنجح. لازم تنجح، متراكمش على نفسك. لازم تبقى نايم وهتصحى عارف انك انت عايز تشتغل تجتهد وتيجي على نفسك في الحاجة اللي انت بتحبها، مش المفروض عليك. صحتك، تمرينك، دي حاجة هتنفعك ان انت تركز، وهيكون عندك الحافز دايما ان انت تعمل وتنجز. لازم تذاكر وتطور من نفسك دايما، كلغة كثقافة كقراية. لازم تقرا، يكون عندك العلم والوعي والادراك، واهم من كل دول الصلاه وقربك من ربنا، ده اهم شيء. واكيد ربنا مش هيخذلك وهيصلك طريقك، هيقف جنبك وهيوقف لك الناس اللي فعلا تستاهلك، سواء صاحب او اخ او حتى حبيبه تسندك، كون حافز ليك.